أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية من قناة السودان 24 الآن، وحديثنا اليوم عن الاقتصاد وحوافز للمغتربين. هي طبعا إشكالات بسيطة زي ما عرفنا مع ضيوفنا داخل الاستوديو، حلولة موجودة وببساطة، وكان في يمكن أمثلة كثيرة لكثير من الدول. هو نظام ممكن يكون ببساطة لو فعلا اتفعل إجرائيا واتنفذ، وخارطة طريق أيضا وبلان موضوعة بصورة جيدة وممتازة، بحيث أنه نحن ننهض بالاقتصاد في السودان. مباشرة أستاذ محمد عبد العال باش، ما شاء الله اقتصادي، باحث اقتصادي، وجيت تكلمنا عن مشاكل المغتربين عموما، بتتلخص زي ما انت قلت قبل شوية في حاجات بسيطة: اكله مسكنه مشربه، هو دي ببساطة واحدة من المشاكل اللي بيعاني. احنا عايزين نتكلم عن اول مفروض يكون في انشاء بنك للمغتربين، او بنك المغترب يكون خاص بالمهاجرين وخاص بالمغتربين مساهمين فيهم هم. لكن لو جينا تكلمنا عن واحدة من الاشكالات كثيرة: الامتعة، المعدات، بالنسبة للسيارات، طريقة إدخال، لابد من يكون في تعديل لضوابط، تعديل لقانون ضوابط واستثناء العربات وأشياء كثيرة جدا، بحيث أنه ما إلا في العودة النهائية. في ناس ممكن يخدوا القوانين زي ما أنت قلت، كل فترة يخدوا لها سقف معين لتحويل مثلا، إذا كان أيوة 10 سنين أو أقل من 10 سنين ما يرتبط فقط بالعودة النهائية. هي نعم. دي مشاكل المغتربين البسيطة اللي أنت بتكلم عنها. نعم ده شيء مهم جدا جدا. وأنا الغريبة عندي سيارة موجودة الحين في المعرض مرسلة لابني في السودان، وسمعت خبر إنه يعني ما شرط إلا يكون في خروج نهائي من شخص وكده، يعني إذا أنت حولت مبلغ 5000 دولار، ستة أيوة تقريبا 6000 دولار، حتى إنه ما حتحتاج لخروج نهائي وكده. والأشياء دي كلها بتصب في مصلحة السودان، يعني أبسط سيارة هنا معدة آلية كلها بتصب في إنه حتخدم وتنتج بها في البلاد هناك. أما المعدات أيضا، يعني المعدات الزراعية، في ناس عندهم أحلام كثيرة، في ناس عندهم معدات بتاعت باكينج صغيرة، أنا بتكلم عن المشاريع الصغيرة، يعني مثلا في ناس دارين يعملوا مثلا حاجات بتاعت لحوم، آليات خفيفة، يعني مو مصنعين، دارين عشان شنو يستثمروا فيها ويعيشوا بها نفسهم يعني لما يرجعوا. طواحين، آليات خفيفة، سيارات، ثلاجات، كل المعدات. وفي ناس عندها مشاريع كبيرة، وفي ناس برضو عندها مشاريع متوسطة كبيرة. هي أصلا small, medium و large scale of the project. نعم. فأنا بطلب إنه الحكومة مفروض تعمل شنو، لكن هم بيتوقف الموضوع ده على الميناء بتاع بورسودان، والكاباسيتي حقت الاهليه بتاعت الكاباسيتي ما قدرته، هل بيقدر يتحمل الحين الهانجر اللي بتنزل فيه ضعيف الحاويات وكده؟ ما انا قبل بقول لك كل شيء عندنا داير ترتيب بنيه تحتيه جديده، لانه سلسله ايوه، يعني أنا احنا عايشين في بنيه تحتيه قديمه جدا يا اخي، لازم تهيئ المينا ده عشان تجي معدات ويكون معاه القوانين، ويكون معاه انه المغترب ممكن يرسل بدون اي خروج نهائي اي حاجه دايره. طيب هسه احنا بنتكلم من قبلك عن البنيه التحتيه، كل ما نذكر حاجه من الجنه نعم. البنيه التحتيه نعم. منهاره نعم. التشتت ده ممكن يضعف التنفيذ، ممكن يضعف التنفيذ عشان الاقتصاد السوداني يضعفه وممكن يشيل حيله يعني. نعم والله يا اخي ده بتوقف على الاراده بتاعت الدوله يعني. وقبل انا قلت لك لابد يكون في دليل اقتصادي يعني مفهرس بعمل منظم من فيما حاليا الدولة حدد أيوة يعني محاور. ما المحاور دي انت تفهرسها وتنظمها، واسيت المحاور 15 اللي اديتني ليها الاقتصادية دي متشابكة مع بعض اكيد. فهم يعني رئيس مجلس الوزراء حدد 5 محاور نعم. اقتصادية هو حينطلق منها. طيب يعني ممكن هي حيكون على ضوء ال5 محاور دي تعد الدراسة، في دراسات اوريدي موجودة في المركز القومي للبحوث ممكن تنفذ يعني معناها جاهزة وتكون جاهزة في للتنفيذ في حاجات محتاجة ابديتنج تحديث لازم عشان تقوم تواكب. الأستاذ محمد عبد الوهاب، قضايا التعليم واحدة من القضايا، احنا قبل ذكرنا مشاكل كثيرة جدا أيوة. قضايا الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، أنا ما في شفافية وثبات يعني بالضبط. أنا رصدت هنا من ضمن الأسباب الأطباء السودانيين عندهم 72 في الدراسة اللي عملناها، 72% من الأطباء السودانيين أبنائهم بيدرسوا
في مدارس عالمية اللي هي النظام بتاع الاي اي والامريكان سيستم. فانت عشان عودة الاطباء ديل لازم يكون في سيستم. السيستم الموجود هناك في مدارس عالمية، لكن حتى لو رجح هو الكيبابيليتي بتاعته ما بتكون بتسمح له لانه يقدر يدفع الرسوم الموجودة هناك. اذا تهيئ المدارس بصورة حتى الناس الراجعين هنا يقدروا يستوعبون في المدارس اللي هناك، تكون يعني ما بعيدة شديد من الطالب السوداني الموجود، يكون عنده قدرة على انه يقدر يدفع. بالنسبة للمصاريف الثانية اللي بيدفعها للتعليم العالي، لقينا 39% من الأطباء الموجودين هنا بيصرفوا بين 5 ل 50 ألف دولار في بالنسبة للتعليم العالي. ونحن زمان كان التعليم العالي بتاعنا من يعني جامعة الخرطوم كانت في الترتيب في الثمانينات في ثالث جامعة. الغايمة تحت الترتيب الجامعات السنة الفاتت في من أفريقيا لغاية 200 جامعة في 18 جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط. السودان ما في جامعة خاشة في الترتيب العالمي في 18. بالتالي محتاجين نرجع تاني للحتة بتاعة البنيات التحتية، محتاجين نعدل البنيات التحتية للتعليم عشان يتواكب مع التعليم العالي. بدل الخمسة لخمسين ألف دولار دي بدل ما تمشي برا تجينا راجعة تاني توجه للسودان، توجه لتوظف للسودان. نعيد للتعليم سيرته الأولى، إذا ما قدرنا نطور فيه أحسن من سيرته الأولى. طب أستاذ محمد عبد المتعال، واحدة من المشاريع اللي هي يعني طرحت قبل كده المغتربين المهاجرين يا ما طرحوا هذه القضايا، منها المشروعات السكنية، واحدة من المشاكل بتأرق أكيد المغترب والمهاجر، بعضها في زي ما بيقولوا في أضابير الأدراج، وبعدها مشروعات متعسرة نقدر نقول عليها، كيف معالجتها الآن؟ والله يا أخي أنا شايف الحكومة بتاعت الإنقاذ اللي فاتت دي أنا ما مؤيد لهم ولا عندي أي تأييد لأي أنظمة، بل أنا بأيد الجانب البحثي العلمي اللي هو بوصلك في مرتاح في النهاية. بالنسبة للحلول السكنية دي وجدوا يعني طريقة، كان عملوا مجمعات سكنية اللي هو مثلا تمسك المنطقة بتاعت شرق النيل، بعدها عملوا للصحفيين مدينة الإنتاجيين ولا الصحفيين حاجة اسمها كده. أيوة. فجو بنوها ليون لكن ما مؤهلة، ما بيرضاها المغترب لنفسه. يعني أوضة ولا مؤهلة. أيوة أوضة ومفتوحة. هم حاولوا يعملوا بعض المشاريع السكنية اللي هو نفس الطريقة يعني بتاعت البنيان الزمان دي، أوضتين مخلوفات، وده حاجة لأحلام المغترب ما أظن. يعني أنا مثلا أبوي باني بنيان عادي دائرة هي مثلا مبنى يكون أولادي يسكنوا مثلا في طابق تاني، دائرة استثمر الطابق التاني ده من ناحية الأفضل. أنت شايف الدوم تمويل عقاري ويكملهم بالأقساط وكمان مثلاً؟ تاني أنا يعني كان حصل يعني خلط كبير في المصلحة بتاعت الأراضي دي، وجو زارونا هنا وانا واحد من الناس، رحت لحد جدة مشيت اشتريت، كان عندهم في المنطقة بتاعت شرق النيل دي اشتريت منهم اراضي عن طريق السفارة. ايوه عن طريق السفارة، كان بيجوا منهم مناديب هنا وبيبيعوا الاراضي وكده. كان في 92 تم التوزيع ده بطريقة عشوائية، وجات شركات سوق قطرة وشركات عقارية كثيرة وموجودة الى الان. احنا ما عندنا مشكلة انه المستثمر يجي يعمل عقار او كده، لكن الاسعار غالية جدا. يعني انت الليله اي ارض تمسكها ما اقل من يعني ملايين يعني مليارات. عموما اراضينا في السودان اغلى من العالم كله. نعم اقول لك اغلى من لندن. يعني المتر المربع عندنا زي 10 او 12 منطقه في السودان، المتر المربع اعلى متر مربع في نيويورك لوس انجلوس. ال 12 منطقه دي المتر المربع اعلى منهم. هي طبعا السبب معروف انه المضاربات اللي عملوها النظام المباد. أيوة. والرهن العقاري لرفع الاسعار بتاعت العقار، لكن حترجع هي تدريجيا الاسعار حترجع للنقطه بتاعتها بعد يزال منا الرهن الموجود عليها الان ده ان شاء الله. بعدين انا عندي ملاحظه، خلينا من المبالغ وكذا، انا حتى الموضوع بتاع العداله بتاعت التوزيع، يعني انا والدي زمان قاعد في الطرابيزه في مشروع الجزيره، جاءوا ظرف انه بكره تجي للقرعه بتاعت الارض، كان في عداله يعني.
انت السعودية ما في عدالة بتاع التوزيع. المغترب اذا جاء قبيل قلت لك تديه نقاط مثلا قبيل، انا قلت لك مفروض يكون عنده زي كريديت كده تديه على اساس انه يكون فيها نوع من العداله. يعني عندنا قريبنا كان ماسك منطقه بحر زمان احنا صغار، نعم. كان في يده زي ما بيقولوا في يده قلم، في يده القلم ما بيكتب أيوة نفسه، وقسم بحر دي كلها مناطق، نعم. ما شال له قطعه وطا يا اخي، ما شال قطعه وطا حلوه دي نزاهه لحد الان قاعدين بالايجارات. يعني نموذج، نعم. وذاك بيعرف انه الموقف يعني حيحولوه، نعم. من الحته الفلانيه بيمشي يشتري الاسلاك، يشتري الحي كله، ايوه يمشي يشتري الاسلاك، يعني عارف سلفا انه الموقف حيتحول جنب الاسلاك. اضف الى ذلك انا عارف انه انا اشتريت قبل فتره، ما في داعي لذكر الاسماء، هنا المنطقه بتاعت بحري اللي هو المطري بتاع الحلفاية، النظام البايد كان عندهم معلومات عن الأراضي دي مثلا زراعية، كان عندهم معلومة إنه هتتحول سكنية، عملها بستانية كان، وعندهم المعلومة دي راحوا لقوا تسهيلات من البنوك ومن وين ومن وين، وجمتلكوا وشقوا لها شوارع، أسفلتوا وزبطوا. النقطة اللي قال محمد، قال إنه الشخص يكون موجود في مكتبه بيجيه خطاب من مصلحة الأراضي، مصلحة الأراضي إنه عنده سحب للزراعة، إذن المشكلة نثبت النقطة دي، المشكلة في عدم تنظيم إداري من مصلحة الأراضي، وعدم تنظيم ولا في فساد، ولا في فساد، فساد أنت بتدي معلومة والله إذا يا أبو عدم التنظيم راجع لفساد، تديهم معلومة إنه التراتبية الزراعي حيبقى سكني، يعني التراتبية الموجودة أصلا السيستم الإعاقة بتاعته حصلت بتاع إنه التنظيم في حصل فيه خلال نتيجة للفساد الموجود بالضبط كده. يعني حتى المغتربين هنا ممكن يكون في ملحق من تبع الأراضي، أيوة. يشوف موجود هنا وعنده داتا كاملة، يكون عنده، لأنه أيوة. أنت كمغترب الليلة عندك أرض أراضيك اللي أنت تكلمت عنها، وأي واحد عنده أراضي من المؤقت، وقاعد نلاحظ لازم يعمل توكيل لولد ولا لأخوه عشان يمشي يشوف، هل يعمل شهادة بحث بغرض التأكد. إحنا طوالي في مشكلة مع الأراضي في إنه الأراضي تباعت، الأراضي تباعت وإحنا فينا التمكين بالجد، يعني كان أيوة نعم. فساد كان في شجر كيف اسمه المؤتمر الوطني بيمشي تحت ذاك البغرس بيدوره تحت. بعدين هل تتخيل لما جيت للشخص ده، ما في داعي زي ما قلت لك لذكر الأسماء، في المطري هي كانت تاعت ناس هلالي ولا مهم تاعت مناطق زراعية، مين اللي اداك معلومة انه هي سكنية؟ اضف الى ذلك عنده فيها كمية، الشخص جاب عليه بيعرفه، والناس كلهم بتعارفوا يعني مع بعض، فتشعر بانه الموضوع ده زي اللي فيه ما اوكي. الموضوع شائك، لكن انا برجع ما منظم برجع ثاني لسؤال الجبالك يا اخواننا في الجزيره الفوتو ليسائك، نعم. ما ناكلك فيه ثاني، ايه رايك؟ عندنا بس حته صغيرونه، المحافظ الاستثماريه مهمه ولا لا؟ يودع فيها بحيث انها هي تقدر تحشد فيها موارد المغتربين ويستفاد من الناس وعم في العقار. دي نفس الفكره اللي انت ذكرتها في الاول اللي هي بنك للمغتربين، تمام، وديعه يعني. هي بتجي بالجود ويل، يعني نحن في تجارب للمغتربين هنا من مشروع سندو صغير وكذا مشروع، بنك أم درمان الوطني، بنك الأسرة، وبنك الأسرة وشهامة، محتاجين أيوة شهادات بتاع محتاجين شهامة. تاني لإعادة الصغة في الأجهزة الجديدة، أيوة. عشان يعني في بنك أم درمان الوطني بدأ بأنه وديعة لمدة السنة بديك 24%، ده كان أكبر انترست ريت يمكن في العالم، ما كان في لكن جهزة. حصل شنو؟ حصل بعد ذاك حدث ما حدث حدث ما حدث بس خلاص والله فعلا حدث ما حدث بعد جات شهامة أعلى من بنك أم درمان الوطني، والناس دي كلها جرد عليها ومشد عليها، جاء مشروع سندس. فنحن محتاجين تاني نعيد الصيغة للجهات الماسكة زمام الأمر، يعني لما تيجي تقول زي القومة تحت السودان، أيوة. زي الحوالات اللي حصلت، أيوة. يعني الحكومة رفعت يدها كده قالت الحوالات، الناس خلت شغولها واقفة في صفوف، في حين انه اي واحد ممكن عن طريق الموبايل طق طق يحول حوالي لحسابه، منتظر البنيات التحتية تتأسس هناك في السودان، وللموظفين وثقوا محتاجين وثقوا في الحكومة، انتم الحكومة دي فرصة الآن
المشاريع اللي انا قلتها الان نستفيد من التجربه بتاعت الصين، التجربه بتاعت الهند، تفتح مدينه بتاعت اي تي، تجيب الناس بتاعين الاي تي كلهم بتاع في العالم تخطهم عندك، تجيب الاطباء الموجودين كلهم تعمل لهم مدينه طبيه مقفوله، المهندسين وغيرهم. لكن هل برضو يجوا؟ ما انت انت ما لما تعمل لهم مدينه، تعمل لهم مدينه خلاص. نعم نعم. بتجي بعد ذاك اوتوماتيك للحته اللي قالتها الاستاذه ناهد، كل البنيات بيكون في بنك للمغتربين بيحولوا لك باشاره منهم، حولوا هم عمي يعني حولوا ثقة ثقة. ايوه ايوه في الثقه دي، بنفس الثقه دي ممكن يجي والوطنيه يعني. يا اخي أيوة. ابراهيم انا ادخلك في مشروع الجزيره طوالي مباشره، عارف ليه؟ انا عارف حدخلك كيف، حدخلك من منطلق حديثه هو اللي يتكلم هسه اعاده الثقه في كثير من المشاريع. مشروع الجزيره بالذات هو كان يتكلم عن انه المشاريع الاصلا موجوده، اعاده تاهيلها المشروع قد يكون يعني نفكر في كيف مشروع الجزيره ده كيف انتهى، كيف تدمر، بقى على قطاعات بسيطه وشغل بتاع مزارعين، شغل افراد يعني. ما كنت بامل انه حيقوم ثاني، كثير برضو المصانع النسيج وغيره، مصانع البصل، الحياة اصلا كانت موجوده هي مرتبطه، هذه مرتبطه بمشروع الجزيره. خليكم انت وابراهيم في مشروع الجزيره، انتوا الاثنين من مدني هو مش بس يعني مدني. مشروع الجزيره بس يعني امكانيات السودان الاقتصاديه عموما، بس الجزيره هو نموذج، هي نعم. كنموذج مساحه المشروع طبعا ندي خلفيه بسيطه، لانه قبل يومين لقيت بوست بيعمل في راو لزادنا قال اكبر من مشروع الجزيره. مشروع الجزيره مساحته 2,160,000 فدان. الإنغاز الخمس سنين الأولى كان ماشي بطريقة سيستماتيك، اتدخلت من 95 تقريبا. المساحة المزروعة نقصت بصورة كبيرة جدا، المحاصيل تغيرت، التركيبة المحصولية تغيرت. نعم. أساسا المحاصيل معمولة بروتيشن معين، دورة زراعية بتزرع المساحات على وفقا للطريقة دي عشان تزيد درجات الخصوبة تحت التربة الري وما يكون في مشاكل في اللي هي للحشرات وكذا. ففي الطريقة بتاعت الروتيشن دي اللي هي دائرية، المساحة دي بتزرع قطن، بعد المرة الجاية حتزرع قمح، بعدها حتزرع فول سوداني، بعدها حتزرع ذرة. الحصل انه الانغاز فكرت في انها تهيمن على مشروع الجزيره، لان هي حيازات للنظام بتاعه حيازات. فحاولوا انه يجيبوا واجهه شركه تركيه انها تستلم 49% من المساحه و51 للحكومه. 49 دي واجهه سايل اللي هي حيمسكوها الكيزان نفسهم. غلصوا المساحة، قالوا للمسارعين أي زول يزرع الحية الدائرة، لغاية ما وصلت مساحة القطن لخمسين ألف فدان، في حين إنه الجزيرة كانت تزرع. التمويل كان كيف يا محمد؟ ممكن تدينا التمويل كان بيجي وراجع التمويل كان المساحة 550 فيها قريبة 500,000 فدان ما بتزرع، دي حسبناها خسرت السودان قريبة 9,300,000,000 في خلال ال 25 سنة اللي فيها المشاكل دي، لأنه المتوسط الإنتاج تقريبا زي 7 قنطار ونص، وأنا عندي 500,000 فدان ما مزروعة، بيزرعوا 50,000 فقط. الخسارة تقريبا في خلال ال 20 سنة أو ال 25 سنة اللي فاتت قريبة 9 مليار دولار. التمويل كان عن طريق بنك السودان بهامش ربحي بسيط جدا، عشان العائد، لانه الحكومه دايره العائد من القطن اكثر من العائد من المادي من التمويل بتاعها. الفلوس اللي بتلقاها من القطن اكثر، فدخلت الانغاز بالسلم والاسلامي وغير الاسلامي، وصل التمويل ل 96%، احجموا المزارعين عن زراعه القطن وبيزرعوا الذرة في مساحات بسيطة. طب القطن هو فعلا زمان كان يعني في أوج عظمته يعني، لكن بعد مصانع لانكشير ولانكشير في لا في ما نحن استمرينا يا أستاذ ناهد القطن يمشي كبال بتاع قطن فقط. نعم.
دي كل الـ في دراسات كثيره موجوده. ومحمد ده عارف والده بحكم وظيفه والده في دار الوسائل في بحوث كثيره موجوده التحول الزراعي أيوة. من للتصنيع الزراعي أيوة. ملابس تصنيع بدل ما تمشي قطن بالار ما تمشي قطن ايوه اسي بنغلاديش يا اخي ابسط مثال هل يعقل بنغلاديش الاسي بتصنع مادن بنغلاديش تلقى في الملابس أفخم يعني قطن بنغلاديش وعندهم في شركات دراسات للفورمايكا من حطب القطن في دراسات للمصانع النسيج حوالين المنطقه المرويه كلها وقفت دي كان كله بيشتغلوا فيها الناس بتاعين الفاقد التربوي كان حل لنا مشكله كبيره للبطاله ده غير الماشيه والدواجن والاشياء اللي بتجي قاطره يعني القطن ده في تجربه برضه في مشروع كان بتاع فحم من في الفحم من برضه سيقان سيقان القطن سيقان القطن عملوهم هندسين فعلا وبتقطع صغار بالضبط كده بتقطع مكعبات ايوه فبرضه جات حكومه الانغاذ دخلت ثاني عن طريق المدعافي جابت لنا حي اسمه القطن المحور وده فيه كذا سؤال اللي هو فيه مواد كيميائية وكذا لا يصلح للرعي لا يصلح يستخدم منه معاصر الزيوت لا يصلح ياخذوا منه ال 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 الحطب بتاعه للفحم لأنه فيه كيميكلز وكذا يعني انتوا هسه كلامكم ده يحيى متكلم عن انه يكون في صناعات تحويليه بدل ما الصمغ يمشي كصمغ يمشي مسحون يمشي باشكال يمشي معبى يمشي معبى جاهز دي دي حتى المواشي اللي انت قلت احنا نعم انا اسي قبل فتره في اثناء مروري على البحث بتاع الادويه ده في اليونيدو اللي هو يونايتد ديفلوبمنت اللي هو التطوير يعني اي نعم المنظمه بتاعت الامم المتحده للتطوير والتنميه اي هم بينصحوا في يعني اتذكر صفحات 15 16 سبعة بيتكلموا عن الصناعه التحويليه مهمه فيها بروسيس بتعالج لك مشاكل كثيره جدا يعني احنا زمان كان عندنا مصنع وانت طالع على منطقه اسمها السوريبه من المشروع ده في مصنع بتاع لبن مبستر ايوه صحيح لبن مبستر يمكن ما قبل كده ما حد شرب زيه يعني في السودان زي ما قلت لك الصناعه بتاعه النسيج الغزل في تجفيف البصل الصلصة في الشركة بتاعت الزيوت النباتية ولا اسمها أيوة شركة الزيوت أيوة كان هنا بيجوا الجزيرة دي بياخدوا الفول وبياخدوا عندهم مصانع كثيرة يعني مصنعات الجلدية وحاجات كثيرة يعني انت ده مشروع قاطرة زي ده تجي تعمل له ديستراكشن كده بكله الآن في الغرض التكسيري بعد ما دفعنا الديون اللي علينا في 2 مليار يعني من البرنامج هنا أنا بدي رسالة للجهات التنفيذية يعني صح في أولويات الدقيق والمواد البترولية والغاز بتاع الطعام أنا اقترح إنه الأولوية الرابعة تكون لمشروع الجزيرة في مشاكل يعني حنجني منه عائدات سريعة جدا ما حتاخد وقت طويل يعني الغرض التكسيري ده يعني انا اتمنى انه الحكومه توظف منه مبلغ كبير لمشروع طيب الجزيره بس انا داير اسال محمد ده في سؤال بسيط بما انه انا اقتصادي وهو اقتصادي فعديه اتفضل سؤال يمكن يكون يعني مفيد يعني هل يا محمد عبد الوهاب انت كاقتصادي واشتغلت في مشروع الجزيره والسؤال ده اتسال زمان يعني هل المزارعين غير راضين عن محصول القطن اللي هو كان بيجيب لهم عايد زمان بدري قبل بالشوال نعم هل هم غير راضين هل بيرضوا يزرعوا مثلا زهرة الشمس اللي هو سي كان موجودة دي قمح محاصيل تانية تدر لهم أموال وتجيب عايد أو مثلا تجيب عملة صعبة هل الإجابة على السؤال ده سهلة جدا يعني محصول القطن محصول نقدي يعني حق الدولة الولايات المتحدة الأمريكية عشان تحافظ على المزارع في أضرب لك مثل بسيط عشان يزرع القمح السنة الجاية ما بتقول له أزرع بالقوة لكن مثلا التكلفة بتاعت شوال القمح $15 الحكومة طوارئ بتخش كمشتري بتدفع $20 حد الأدنى ولو زاد من 20 من حظ المزارع نحن نشوف التكلفة بتاعت القنطار البدائل
تكلفة القنطار بتاع القطن أو تكلفة الفدان مثلا $50، الحكومة تخش طوالي كمشتري $75 تشتري منه القطن، كده أنا بضمن المزارع ده طوالي حيدفع لي القطن. أديه التمويل، تمويل بموجب الإنتاج، لكن المزارع في الوقت ذاك بيتحول لحرام بيسترق حقه ذاته، يعني عشان القطن ده مكشوف بالنسبة للحكومة، وانتوا عارفين الضرائب الباهظة اللي فرضتها الحكومة على القطن وعلى كل المحاصيل، دي طفشت فبيبقى يزرع محاصيل يقدر يشيلها ويحولها البيت. انا عندي مفتشين في الغيط، انا عندي مفتشين في الغيط، انت عندك 5 فدان مسموح لك تزرع 5 قطن، 5 قمح، 5 ذرة، والخمسة الثانية فول زائد محاصيل أخرى، ما بتقدر انت وكدا. لحظة الزراعة بكون معك المفتش موجود، يعني انت ما بتقدر تزرع براك. الحكومة الإنغاص فتحتها بقى أي زول بزرع براه، أيوة. دي المشكلة زمان كانت هنا. بناء على الدورة الزراعية يعني. أي بالضبط كده يعني مراقبة. أنا بمشي المفتش متابعك بدون مقاطعة على كلامك أستاذ إبراهيم. الخمسة خمسة خمسة ديل أنت زرعت الخمسة الأولى قطن في البلوك ده، المفتش موجود عارفك مسجلك في سجلات، مرة الجاية ما بتزرع الخمسة تحت القطن دي هنا، تزرع فيها القمح، القطن حتزرعه هناك. ايوه ما الدوره الزراعيه على اي ما انت لما يكون الاداره يعني سوء في سوء في الاداره بنلجا للتحايل، انه انا صح. اقطع الحواشه كويس وبعرف الاسلوب اللي انا بقطع بها الحواشه بفصله من الباش مفتش او المفتش اللي انت بتتكلم عنه هسي بفصله منه بعد ذاك بيسمح لي انه انا ازرعها على كيفي. وليه انا بزرعها على كيفي؟ لانه انا لو زرعتها على كيفي القرار بتاع القطع ذاته بيرجع للمفتش. ايوه كده اللي يبقى المفتش كوربت، ده المفتش فيه باش مفتش وفي وكيل وفي مفتش ثالث، يلا في الثلاثه ممكن يتفقوا على انه يعملوا حاجه غلط. لا في ترتيبات ثانيه بعملها، انا بغرق حواشي مخصوص عشان تتقطع. طرحت تربالي انت. لا طبعا انا بغرق حواشي، يعني في تحايل، في تحايل عشان انا اقطع حواشي يعني. في تضليل للمفتش، في تضليل للباش مفتش. اي ما بكون في صوره انت ما بعدين هم المزارعين بيضطروا للاساليب دي ليه؟ لانه الحكومه ما مأدية، الحكومه بتحت الانغاص كانت بتدي التمويل. بالضبط كده. انت لما ترجع تدي المزارع ده التمويل وتشتري منه بالسعر التحشيري اللي هو على مستوى العالم، ما يحتاج ثاني، وتجي تستلم منه القطن في حتته بنفس وتسوغه له وتسوغه وضميرك مرتاح. ايوه كان اول حاجه كان بيجيب لك بيسوغه له ليه برا، بيجيب لك التقاوي بيجدع لك بالشوالات قدام حواشتك كويس، بيزرع عليك بالبابورات. نعم بيزرع عليك لما يقوم القطن ده بيجي الطراد مثلا. نعم. بيعملوا لك هو. نعم. كويس صح. انت ما عليك الا تشيل الطفيليات الخفيفه خفيفه دي، العمليات الزراعيه يلا دي الحاجه على المزارع التنظيف، وفي النهايه بيجيك منها عايد كبير جدا. نعم المساله دي شويه شويه بقت تضغط، وكل مره تتسحب كل سنه تتسحب منه حاجه، هون الناس بقت تتهرب منه. القطن المحور ما بيسمح لك في جزء من العائدات للمزارع انه الرعي يخلي القطن بتاعه بعد ما يتلقط رعي، القطن المحور ما بيسمع بالرعي. ايوه عشان كده بتحصل التهرب بتاع الناس. طيب تمام والله فعلا الله المستعان، يعني هي مشاكل كبيره جدا بتخص الاقتصاد السوداني، لكن معنا خبراء داخل الاستوديو. احنا حبينا اليوم ما نسمع اغاني لان الموضوع هو متشابك كثير جدا، وزي ما قال الاستاذ محمد عبد المتعال هو عباره عن سلسله. الاستاذ محمد عبد الوهاب ايضا وضح الكثير من الامور. استاذ محمد عبد المتعال بوصفك، وبرضه الاستاذ محمد عبد الوهاب بوصفكم خبراء واكفاء موجودين في المملكه العربيه السعوديه، استقرار المملكه العربيه السعوديه في الاقتصاد نقدر نقول عليه يعني مستقر بصوره كبيره جدا جدا. نقل التجارب واحدة من الحاجات المهمة بتتمنوا طبعا أكيد للسودان الكثير. قدامكم طبعا الكاميرا، ممكن توجهوا لنا رسالة عشان نزيل هذه التشوهات التي أصابت الاقتصاد السوداني. 1 2 3 4 وبرضو أستاذ محمد عبد الوهاب هي قدامكم الكاميرا، تفضل تفضل. والله نقل التجارب ده أنا من زمان من المنادين بأنه يعني بحكم وجودين في السعودية هنا وتعاملت مع
أخوان سعوديين كتير، مفترض نأخذ لنا 5-6 سعوديين يكونوا خبراء يفيدونا في كل المجالات. يعني هم والله يعني عندهم تجويد العمل بالنسبة للناس المتعلمين فيهم، يعني جد بيشتغلوا يعني، وبينقلوا لك الخبرات دي. والسعودية طبعا اللي خلى الاستقرار ده الإمكانيات حقتهم، عندهم إمكانيات عالية في كل المجالات، التقني المهني والبنية حقتهم، هذا بيرجع للبنية التحتية القوية يعني. فممكن يعني الناس ينقلوا الأفكار دي، ينقلوا التجارب، ينقلوا سرعة العمل عندهم. يعني واحدة من الأشياء المهمة هنا هناك البيروقراطية، وأيوة يعني دي أشياء مهمة جدا جدا. إضافة لذلك هم طبعا عايشين في ويلفير، يعني هم يعتبروا بعض السويد من الرفاهية، فبيتعاملوا بتعامل صحيح وتعامل مرن في نفس الوقت. والأشياء دي في العمل، أن احنا خلينا من الاقتصاد اقتصاد وكده، العمل ده برضو في البيئة بتاعته داير أجواء أخرى، غير أنه تكون ريستريكتد كده، مقيد بأنه اقتصاد وكده. يعني في مرونة، أيوة في مرونة، في أنك أنت تجي في وقتك، تطلع في وقتك، عندك زميلك عنده ظرف، يعني في أشياء. إذن البنية التحتية علاقة بالاقتصاد، دي كلها مرتبطة بالاقتصاد. إذن السودان البنية التحتية كويس، السعر المناسب لكل الموائل. الحاجة الثانية الإصلاح الإدارة ذاتها، أيوة عدم وجود طريقة الإدارة والمنفعة الشخصية، طريقة الإدارة بيقولوا سوق سعوديين، أوكي أخذ سعوديين، لكن إذا كان في معيقات ما حيبدأ العمل، يعني حتى لو جبت خبراء من وين وين. والله يا أخي هم أنا في البحث حقي بتاع الأدوية ده، كل الكويشنير اللي عملته أو الاستبانة اللي اتعملت في الاستراتيجيات دي، كانوا بيتكلموا عن التدريب كويس والتطوير، هو التدريب معه والتطوير. فيعني هم نحن ممكن نستفيد منهم من الجانب بتاع التدريب دي، يعني يكون ان هاوس زي ما بقولوا، ان هاوس تريننج هم بقولوا لها كده. تجيب 5 موظفين سودانيين يأهلوهم السعوديين تأهيل جيد، السعودي بيكون عارفين في التسويق، عارفين في كده. هسي ناهد قالت ليك يعني انه الكفاءات الموجوده هنا دي الفترة اللي قضوها هنا كفيلة جدا، ممكن تاخذ سودانيين. السودان برضو فيه يا استاذ محمد، برضو السودان فيه كفاءات. الان فالتدريب يعني التدريب يعني انا بتذكر سودان ايرويز دي كانوا طوالي بيطلعوا الطيارين في تدريب 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 تدريب. العملية بتاعت التدريب دي مهمة يعني، بتخلي الشخص يتقن العمل، بتخلي الشخص يعني محمد بيعرفه. والمواكبة نعم. هي لو أنا فهمت سؤالك صح يا أستاذة ناهد، أنت بتقصدي في خبرات تراكمية هنا لكوادر سودانية. أنا ذكرتها قبل، التجربة الصينية أفضت لأنه يجيبوا الكوادر المؤهلة في الويسترن كانتريز ويدوها بنفس الريت حسب الكلاسيفيكيشن بتاع الجامعات اللي تخرجوا منها والجهات اللي شغالين فيها هناك. بالنسبة للكفاءات الغربية اللي هي سودانية موجودة يعني ماخدة مؤهلات في الغرب، في منه الناس جو استغروا في منطقة الخليج. يعني احنا ممكن نشيل الكوادر الموجودة من هنا بيخلقوا لنا النقلة. طيب كيف تهيئ لهم الجو هناك؟ ما هو القاعد في أخذ ما شاء الله قاعد في الغرب وقاعد في الخليج. لا الجو سهل يعني احنا حسي مشكلتنا في الخدمة المدنية محتاجة لإعادة صياغة لكل الأنظمة. لو أعدنا صياغة الأنظمة تحت الخدمة المدنية الآن بتستوعب لي حتى الناس. طيب هي سلسلة كيف نقدر نجمع كل الناس دي؟ ما سلسلة كبيرة جدا، الأراضي هي كل الجهات دي متكاملة مع بعض سلسلة. يعني وزارة العمل حتعمل في المجال اللي بخصها انه تتعامل بروتوكولات بتاع العمل، ما يطلع شخصي من السودان إلا بعقد عمل من موثق من وزارة العمل، ما يطلع شخصي ساي. وزارة الصحة لازم يكون عندها بروتوكول صحي مع وزارة الصحة في السعودية. الكوادر اللي بتجي هنا طريقة التدريب، نقل الخبرات، يساهموا شنو في البنيات التحتية في السودان، المهندسين هكذا. بسألك سؤال، هل الآن الموجود في السودان من أزمات
موجودة الآن، بنزين وغيره وجاز وعدم عيش وحاجات كثيرة، هل هي دي ممكن تأثر في سياسات ممكن تتخذ من قبل كثير اللي احنا نتكلم عنه وزارة العمل وغيره 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 في انهم هم يقوموا بعملهم؟ ما يعني المشكلة وين الآن؟ كل وزير ماسك وزارته الآن. مشاكل يعني انت لو مسكتي المشاكل دي كلها مشاكل اقتصادية، نحن حلينا مشاكل بتاع الدول كثيرة. يعني بمشروع الجزيرة اللي تكلمنا عن القطن، القطن كان ضمان لكثير من الدول في دول الخليج الغرب. هنا طلعوا بها البترول بتاعهم. يعني أنا أتخيل لي الفرصة جات الآن نحن نرجع للدول العربية الصناديق بتاعتهم نستفيد منها في أنه يعني أول خطوة شنو نبدأ بها؟ أول خطوة نبدأ بها نرجع للدول العربية عشان يدونا تمويل بطريقة يعني يكاد يكون صفري عشان نأهل بها البنية التحتية بتاعتنا. إذا البنية التحتية هي نمرة واحد. نعم ممتاز. ونحن من جانبنا نهيئ التشريعات والأنظمة والتدريب ويكون ناس جاهزين يعني ونبعد من الفساد والضمير اللي بيكون حي. نعم وبعدك نحن يعني المشاكل اللي في راسنا يعني بتخلينا انه ما مركزين عشان نحن نبني بنية تحتية يعني تاهلنا لانه نمشي نحن لقدام. فاللخمة بتاعت المعيشة برضو كمان عندها دور يعني في تدني الاقتصاد. إذا كان بتتكلم عن إنه في موظفين ممكن يطلعوا عشان يمشي يقفوا في الصف يعني بالزبط. يطلعوا بيتركوا العمل المدني أو العمل اليومي اللي ممكن هو يشتغلوا. طيب بالزبط. لو جينا اتكلم عن مغتربين، مغتربين دائما سقوفاتهم وأحلامهم كبيرة جدا، ما معناها هم لا بيحلموا بحاجة غير مستحيلة، كله ممكن، لكن دائما اللي بيقدم لهم هم بيشوفوا قليل. إحنا المطلوب برضو شنو من المسؤولين هناك بأنه يحققوا رغبات المغترب اللي هو أحلامه بسيطة، سقف وسيارة وأكل ومصدر بتاع رزق أو آليات وتعليم لأبنائهم. نعم المطلوب أولا إعادة النظر في طريقة العقودات من وزارة العمل، ده أول مطلب. المطلب الثاني وزارة العمل يكون فيها ملحقات عمالية عشان تعالج مشكلتهم. الملحقات العمالية دي يكون من ضمن أدوارها تشوف المشاكل بتاعة التحويلات و شوف المشاكل بتاعة الأراضي مع الجهات المختصة في الأراضي. المواني عندك حاجة دار ترسيلها مثلا برضو تكون مسؤولة برضو من المشاكل، تحصل المشاكل بتاعة التعليم العالي، في ناس مشاكل عندهم بنقصوا الدرجات بتاعتهم وكذا. أيوة. لازم يكون في مساومة على الطلاب الموجودين هناك على أساس إنه آلية التعليم تكون واحدة، آلية القبول تكون واحدة. جميل. إحنا تقريبا إبراهيم وصلنا يمكن لنهاية الحلقة، ما حسينا بها من جمالها يعني، وحقيقة الجمال كان في الاستفادة منها، ما حبينا فعلا ندخل أغاني ولا أي شيء على أساس إن الموضوع يكون ممتد، وفعلا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. ونسأل الله إنه يرفع السودان ويدعاف اقتصاده ونرجع بلدنا. نعم. وكل الكفاءات تعمل وتشتغل من أجل سودان جميل، سودان جديد، سودان سمح. شكرا لكم، وأنا سعيد والله بوجودكم داخل الاستوديو، استفدنا منكم استفادة عظيمة. تحية لكم وشكرا لكم كثير جدا، وشكرا لجمهورنا الكريم التابعونا من البداية وجونا في نص الحلقة، أهلا بهم ومرحب بهم في أي وقت، وحبابكم عشرة وسهرانين معاكم كل يوم. وزي ما قلت لكم ملاحظاتكم وآراءكم بتهمنا شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم كثير، وشكرا لك يا ناهد كمان. شكرا لك إبراهيم، دائما مزين الحلقة يعني بالأسئلة الجميلة، والليلة عرفنا إنك أكدتلين إنك تربالي، وفي التربالي كمان عايز تقسم الحواشة، عايز تطلع حقك وتطلع حق ده من المفتش بالضبط كده. أيوة. جميل جدا، شاكرين كمان وجودك معنا، شاكرين لك الأستاذ محمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي. شكرا لك الخبير الاقتصادي. الخبير الاقتصادي، وأيضا أنت الخبير الاقتصادي محمد عبد المتعال. لسه شوية دوام إن شاء الله، العافية لكم ولسه.
السودان. أعزائي المشاهدين دي كانت سهرتنا لكم لهذا اليوم من سهرانين قناة السودان 24 الآن. دائما يا إخوانا متلخبطوا بقناة السودانية 24، مع احترامنا لها إحنا من بس برامجنا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. دائما تابعونا الساعة 12 والساعة 6 صباحا والساعة 2 ظهر على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب كمان أيضا موجودين. تقبلوا تحيات التيم العامل في هذه السهرة: ناصر في التصوير، محمد حسبه في الصوت، أحمد الرئيس في البس، عدابي في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك، وكمان المنسق للضيوف البرنامج الأستاذ التجاني محمود. وتقبلوا تحيات الأساتذة المخرجين أحمد نجمة وهشام يوسف، وتقبلوا كمان تحياتنا نحن والإشراف العام طبعا لسعودية 24. كوميكو ناهد دائما بحييكم إبراهيم، بحييكم وإبراهيم كان حيين بكرة بنتلاقى إن شاء الله بإذن الله وحوله في رعاية الله. شكرا. تحدثت عن المواقع نحن الأسود الضاريات تحدثت عن المواقع لا نرهب اليوم العصيبة ولا تروعنا المدافع كالسهم كالقدر العتي وكالرعود وكالقواطع فيما يعزك صادقين نفني النفوس ولا نلين فيما يعزك صادقين نفني النفوس ولن نلين
ونفي بوعدك سائرين لنرد كيد الكائدين لنرد كيد الكائدين لنراك فوق العالمين وطني 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 وطن الجدود ما أحلى ذكراك في الوجود وطن الجدود ما أحلى ذكراك في الوجود ولك الخلود ما أحلى ذكراك في الوجود ولك الخلود إنا لنصرتك الجنود وطني وطني